وأضاف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر أن الملتقى تناول المشاركة في الرأي مع الشباب لخلق نوع من التواصل خلال الفترة المقبلة. لازم حضرتك نتكلم مع الشباب، نزود اللقاءات بتاعتنا، نوضح، نجاوب على الأسئلة، نشاركهم في الرأي. والمشاركة في الرأي ده شيء مهم جدا كمان عشان يعرفوا مدى أهمية دورهم في المرحلة القادمة. التحديات لازم نفهمها، نشرحها. نتائج كثيرة والحمد لله اتحققت على أرض الواقع، لأن كل ما تشرح حضرتك كل ما الأمل عندهم بيزداد، كل ما يزدادوا كده بإذن الله يعني ثقة وصلابة في مواجهة الفترة القادمة.